يقال ان سيدنا موسى يقول: يا رب لا اسالك عن اخي هارون، ويقول عيسى: لا اسالك عن مريم امي، ويقول ابراهيم: لا اسالك عن اسماعيل ابني. خلاص سبحان الله العظيم، ما لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. خلاص الثابت الوحيد سيدنا محمد فقط، لانه اراه الله النار من قبل، اراه ملك الموت من قبل، ثبته: عسى ان يبعثك ربك مقام، هذا هو المقام المحمود، هذا الثابت الوحيد. كل شوف، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل الا ودعوته يومها: يا رب سلم يا رب سلم، الا سيدنا محمد: يا رب امتي يا رب امتي، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. هل هذا رسول يترك؟ لا والله. هل تترك سنته؟ لا والله. هل ننسى حقوقه علينا؟ لا والله. هل يعني ننسى ان نسير خلفه في صغير الامر وكبيره؟ لا يا اخي. انا لو وصفت لك بيت، روح يمين روح يسار، تمشي على الهدي تصل للبيت اللي انا وصفت، فما بالنا وقد وصف لنا طريق السعاده، طريق السعاده. صح. ولذلك يعني اعجبني، من خير ما اعجبني ابن القيم لما سمى كتابه عن الجنه: حال الارواح الى بلاد الافراح. طيب اسم جميل، فالرسول هو حال الارواح الى بلاد الافراح، عليه الصلاه والسلام. هو الذي اخذ بايدينا، فلماذا لا نتنكب الطريقه؟ هذا هو السؤال. ما الذي يعطلنا؟ ما حجتنا؟ ما هو تعللنا؟ يا من اخرت الصلاه عن وقتها ليه؟ انت يا متمرد على الحجاب ليه؟ الفلسفه الكاذبه تضحك على الشيخ عمر، اضحك براحتك، تخدعه الشيخ فلان والشيخ، اتخدع، انا اخد في عندك اخويا يا سيدي براحتي. ثم بعد فلابد هذه الحلقات تكون منبهه للامه. انا اخاف ان ننتقد من هذه الدنيا وما خدمنا ديننا.